الجو اليوم هذا هو يقول الجو اللندني، هذا هو الجو اللندني. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. هذا الصباح اللندني، صباح اللندني اليوم، هذا هو الصباح اللندني. ترى مش غلط اذا عندكم سطح وله دري تحطون زراعه فوق، شيء جميل يعني يكون، تحطوا لكم بوتات كبار تزرعون فيهن. منظر منظر البيت العلوي بعد جميل، ما بلا العنايه من داخل البيت، حتى السطح يحتنوا بها وينظفون ويعدلون ويزرعون كل شيء، ليش لا؟ Good morning. How are you? We are doing well. Good morning, Baba. Good morning, Madam. How are you? You fine? Very fine. الحمد لله. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. هذا المرضخ وهذاك الكبار. شيء خمير اليوم حفيد؟ لا محل عادي. محل عادي ومرضخ وكبار. حفيظ متى بتسوي عيين مال المحلة؟ ان شاء الله ورا بكره سوي خبز رقاق. ماشي مشكلة. نفراتي يريدون يعرفون خبز رقاق مال استعمال يومي. مال كل يوم سمسم انا مسمي بديل لبناني. متى بتسوي؟ بكره. المحلة هذا روتين في كل بيت. في اوادم ما في اوادم ظهروا عنا المسافرين لازم يتسوى المحلة ويتخلى. هذا من البروتوكول. البروتوكول لازم يتسوى المحلة والسحة ولا وقت الرطب ولا القهوة، يعني الدلال هذا الريوق لازم يسوى وايد ضروري يسوى على كل حال. البيت فيه هل موجودين ولا ما حد؟ بعد شيء محلة زايد هني هنا ابوي حفيظ لمنو هذا محل زايد؟ كاديهم كد ما شاء الله عليهم. هذا موظف شوي تنفخ وخنين ريحه. بقرصين 30 حط ينحط قطاس، بقرصين 30 حط قطاس عشان ما يتعارك. من يحط القرص حطوا عليه الدهن، الدهن لازم خوصه. هذا من تحمر الأطراف ترى جاهز ريدي، يقشون الطرف ويجلبون القرص. أيوة هذا نفس الشيء. شوفوا من تحمر الأطراف حطوا عليه الدهنة وجلبوه. وهذا كل هالطرق نحن حاطينكم إياها على اليوتيوب والإنستغرام. اليوزر نيم هو نفسه مال الانستغرام والسناب واليوتيوب. شو ها مره الاطراف حطوا عليه الدهن طيبه ما في ريحه الخمر تحرق العين. لا 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 كثره المخمر يجيب اليهل ويجيب السقم ويجيب العثر. هذا زهر خلاص مريدي. عينة المرطف بعد حطينا لكم اياها بدال الودي هلف على الانستغرام على اليوتيوب على شو اسمه على السناب. شغله طويله عريضه.
لافت من الزيت النباتي. ما تسوى للدهن الطيب، سويته للدهن الطيب تعشور. أول مرطة. عشان يصير يتنفخ لازم ما يشيل وطول هالضوء. ترف القرص هذه ترف إلى أبعد الحدود. حد من العرب يحط فيه سكر، حد يحط فيه مريس، وحد يخليه حاف. لا سكر ولا مريس. استعمال اليوم شو قاعد تنفخ القرص. عناية أي ولده اليوم جايب لنا زيارة البارح وصل في الليل الساعة 2 قبل ما جينا من دبي يا ابني، وسرى مرة ثانية الساعة 2 وصلت الطيارة مطار شارجة صار وياه صلاة الفجر رقود حيلة عناية ويا ولده. الغنّة سمح الغنى. اوه شام بيه. السلام عليكم. عليكم السلام. Good morning. صباح الخير. صباح الورد. الورد بعد؟ ايه. ما شاء الله عليك يا شام بيه. ما شاء الله. شلشلين. شلشلين ما شاء الله عليهم. عيني عليهم باردة. عندنا الحين سايب يبتدي التزهير. بيبتدي العقد والإثمار من عقب شهرين ثلاثة، وهم بيكبرن وبيصيرن وبيصير لين تشوفون نفس المنظر اللي شفتوه العام. كل سنة على هالطريقة في هالوقت، حتى لو بترجعون إلى الممري اللي في اليوتيوب في نفس التاريخ نفس الوقت نفس التصوير بهالطريقة. هذه عاضد هالنمونة عواضد خطوط ويثمر وناكل من إن شاء الله في ويا الانغال بنتبشر الانغالة كلنا منه. وهاي الحطيبات شوف يربطهن ويبودهن ويطويهن ويبودهن لين الحول لين الحول. ها شو أخبار شامبي؟ الحمد لله تمام. يا هاي يا الله يا رب إني خلصوا تخيل في خاطري السن يربون عندنا يا رمضون ونحن متياورين وياهم عيال قباس. عيال قباس متياورين الأول ويا حاليتهم في مدينة زايد سبحان الله، وتياورنا حين ويا العيال في محمد بن زايد الأول في مدينة زايد في البلاد روحها داخل أبوظبي، والحين تياورنا ويا العيال عيالهم في حاليتنا ويا حاليتهم في مدينة محمد في مدينة زايد في أبوظبي. هلنا وياهم ويا أهلهم في مدينة زايد الأول، وحين نحن يا العيال ويا عيالهم سبحانك يا رب. شامبيه كل شيء لح فترة اليوم بي مطر يقولون قوي ثلاثة أيام اليوم وبكرة ورا بكرة زيادة مطر يجي مطر. ايه هي هي لكن تسوي سامان لحه الشاله هي سامان هي سامان عاد المقصود بهنها اجدور الضيفه وكان شيء وايرات ولا شيء كشف ولا شيء يلحفونه سبحان الله. يعني ان شاء الله ما يمهب كسر شير هذا عاده سلم السنين قدل في فاي ما شاء الله على طول الريال ويتهويات وكسرت الشير كله. هي والله هذا البيت اللي انتم تشوفونه كد استوى فيه همبه ما استوى في اي مكان كل همباس التمتار غدا البيت داخل تحرها غابه ويوم من ايام الله يطهف وجلع هذاك الشير كله. اذا بتشوف حتى لو بتدخل على اليوتيوب بتلقط اللي ارمسك عنه موجود وكله موثق. انا ما عندي سر وتعال كله بالادله والبراهين. هي والله غادي شير ما شاء الله اللومي والهنبة
كل وحده 6 امتار و7 امتار اعلى من السقف هذا البيب هذا. وعندهر الليل اصبح الصبح التحرى حد منقع فيه ابتفق مثور عليه مثور ومجلع من بكرة ابيه من تحت من ما تخلي هاي يسمونها نتوءات سرطانية. خلي اهتمام كله فوق اي شيء تنظير ينظر فوق. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله انها سنة خير. الكويت طبعوا يني جميع الفيديوهات طبعوا هالكويت طبعوا يلا تسلمهم طبعوا قرجوا من الامطار ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا عطاهم ما نسى. طه السنطر كم مكود تحت امهاته مكود اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. شوف هذا السفرجة الجريف روت امال السودان حلو عادة الجريف روتي قد يمر ها والله انا طاح تحت امهاته. كم بياكلون العرب ما حد يروم ياكل كم بتاكل الناس كم بتاكل اي من كل بقعة من شرق وغرب. كان هذا يوم يتسوى في يوم زراعة البيت وانتاجك تفرح له وتفرح به وتكون سعيد انك كلت من زراعتك روحك. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله يا الجو اروم ارقد البارح الساعة 10 وانا الساعة 3 ثلاثة ونص ما دي 3:12 مطاعين القاد عيست وانا اتجلب يلا عقب الصلاة غفت عيني فكرت اعدلكم خروفة يوني ظهروا علي جماعة من امريكا قالوا نحن واعين نحن واعين. اي والله قلت ما في ابوكم تعايس شان تبون الصدق اعتب اختلاف الجو اختلاف الوقت سبحان الله. ما شاء الله المتسلقات خنابيل اللومي ما شاء الله خنابيل تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. هذه الشيرة ابوي ثمرها اكثر عن ورقها تبارك الرحمن. قالت ابوي هي اللي شرها قالت تبع ثمر فارق طيب ورقها ما فيه انا ما بخقاقه لبعيلس الصالق لك الا بورق خالي عيلس اللي شرها مورج لا انا شرها ابوي حمال ولاده مثمره تبع ثمر فارق طيب تبع شير في ورق سر عندها هيك ها عشرت على هايج لانها هايج ابوي غبه خضراء من 10 سنين لا عيل ولا تيل هالنمون ها ارنيه غاديه ارنيه. عاد اسال انتم هل العرب يخرونكم شو الارني الارني طالت اعماركم الاول يوم الهوش يولدن تقول راعيه الدبش ابوي هذا يسالونها عاد ها صخله ولا تيس قالت ابوي لا صخلة ولا تيس هذا ارني الارني يطيح من بطن امه لا هو صخلة ولا هو تيس. هي والله في عنده جهازين تناسليات جهاز ذكري وجهاز انثوي في نفس الوقت فلذلك يقولون هذا ارني ارني عاد يوكل ما يوكل الله اعلم به لكن الاول يلطمون حتى الحصه ما يخلون شيء تيس بقرونه 3 امتار يلطمونه الحين لا ما ناكل الا التويس الرضيع يا المنكر الاول ابوي كراعه 3 اذرع الخروف تقولوا ابا يا حبيب النبي قرونه ريحه اصنان تتحت الحايمات لايمونه اي يطبخ يوجف الضوء يوجف الحطب يوقف المروقه الجدر ويمرجونه 2 و3 وهم ابوي تريون اللحم اسود 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 ويلطمونه قلت لا حيله يقرطون حتى العظم يقرطونه قراط هي الغلبه وحيل ما ناكل الا التويس رويس كبر راسه كبر الفنيال يا المنكر يا اليور المعدي الله يرحم. الحمد لله ان صور ابهاتكم وامهاتكم بعدها موجوده ولحقتوا عليهم بعد من زمان ايش دراني
متى بنيت القصر؟ قال امس العصر. عظيم. ما داني الانسان اللي يتحقق ويتبرى من ثوبه وملبوسه. والله ما ناكل الا التويس العربي اللي يفز راسك بالفنيال على راسك الثالون. شن شن بالمكود يا رب البيت والحرم يا الله يترك ترحمنا. ما ناكل الا الرضيع، حين ما ناكل الا الرضيع، لكن قبل ياكل يدودكم وهاليتكم، حتى انتم تاكلون اللي ما برضيع. هذا اسمه موردي، هذا داخل حمر، هذا حمر ما يرد شرات من الورد من داخل حمر او شرات البرتقال لا. وهذا موسم عاد الحين يطيح. اقول لكم سطح البيت ينزرع دور ما دار فيه من فوق. الحين بتصير اليوم بيجيب جهنمي، ابغي اربع جهنميات تزرع هناك وين حول العلم هناك ينزرعن، بيغدي المنظر جميل. حطيت قبل جهنميات ما طاعن يصير من فوق، النوعية اللي خذتها ما تتشاهد، بغيت نوعية جيدة. قالوا لي شايف ابن ياس بيصير هناك شيء مشتل، قال لي عنه بيصير اطالع عندهم ان شاء الله، بيحصل شيء بيوز لي ان شاء الله. سمعوا الصفاصيل خرب اللهكم، وين صرت العيال يوم القيض؟ هذاك القيض غيار ما يطير الطير، مالك نحس ها ما يجون الا وقت الرخاء. ها سمعونهم ما يجون الا ابوي الا وقت البراد، يوم يبرد الوقت ظلل، ويوم القيض ما شفناك ما يدرى وين سرتن. والقيض ابويا يوم تلبق الدنيا ينك على البراد، على البراد ابوي وكلان وعينا من الله خير وسارت. ولا يوم الدنيا ابوي بتوهيه ما يدرى بهن وين زابنات. ليلة صفاصيف حالهن حال ربعت راعي المصالح، يوم الحايب ياك، يوم اجواء جميله وزينه وانت بخير وسهاله ومرتش عندك راشتنك المايح عندك مجين جو، يوك عيال لبي هي دار ودور ما دارك. ويوم ما عندك شيء اي ها والله ما وايق عليك ولد امه وابوه، تازم روحك كأنك ساحر. لا إله إلا الله يا حد من العرب. إيه طبعي لو قصوا صم ما تروم إنك أنت حينه تغض الطرف عنه ما شيء. الله 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 يا خير النساء، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. حين صبروا عليها بس يومين بتلبق هذه كل هالأخبار بتختفي كل ورد بنفسجي خلي كل هالدنيا اللي تشوفونها تلبق ورد كامل. هذا موسمها عاد الحين شو ما شاء الله وين صارت شبل السماء إلا في درامات زار عنها. هاي لو في الأرض كان الحين مغطين الفل بكبرها، لكن لأنها في درامات ما عندي مكان لها ما عندي مكان. شو ما شاء الله عليها بنسايل فوق ما شاء الله الزموتة رمسكم، وريحة الزموتة ريحة الزعتر شال الدنيا ما شاء الله، ريحة الزعتر شال الدنيا. هذا كلها تطرد الحشرات وتطرد الأشياء اللي تدبي الدبان البعوض ما أدري شو، هذا كله يخوص بسبب ريحته قوية وله مليون طريقة وطريقة للخدمة. هذا اللي تشوفونه يقطفون وريقاتها الورقة بورقتها، شوفوا ورقة بورقتها، وله طريقة يدخلونه في الفرن ويوكل ويطبخ وينعصر مليون نمونة ونمونة له، ويوكل حتى شي خضر ينكل يغسل ويوكل ولذيذ حار. يعني زموتة ترى بعشو زموتة بعشو. زرعنا دور ما دار البلكونات من فوق طارد للحشرات وما تشوفوا مليون شيء ورقة شرات ورقة الفراولة، وريحته قوية ريحته قوية تشل وتحط. حجر المشاجير منظره جميل وزين ويبعد الجراثيم ويوكل على كل حال. حتى هناك أول زرع
أصبح لنا السحوح مما تشتهي النفس. يا نفس شو تشتهين شو تمني؟ السحوح مريودة، اللهم دمها نعم احفظها من الزوال. ووقت الرطبان بعد نفس الشيء، يوم بي وقت الرطب، ولن الرطب مريود صياني، شيء من شارق وشيء من غرب وشيء مع البلاد وشيء من خارج البلاد وشيء من الديد وشيء من العين وشيء من ليوة وشيء من بوظبي وشيء من شو بقولكم. فضل نعمه والحمد والشكر، اللهم لك الحمد. شوف اللي شكروا قبل رب العالمين زادهم، واللي حدوا رب العالمين عثرهم فوق عثرتهم الأولية. من لا يقنع بالقليل لا يقنع بالكثير. الحمد لله. المهم هناك الرجال مقود قلت أبو حق حفيظ خاطري فوق ريس عليه مشاوى ودهنة وبيضة وجبن، أربع مكونات جبنة ومشاوى وجبن ومشاوى ودهنة وبيض، أربع مكونات في خاطري. والصبح بتهلع علي قال لي إن شاء الله حين أم محمد تبى مشاوى ويا دهنة بس، أنا لا أنا شايتين غير زيادة بعد. إيه يعني ما أسوي هالنمونة ولا ما بين الخالدي يوعان من قداي همس هناك في عند طيران الإمارات كان اسميني لايم تملايم اسمي غدا علي رضوان من الله طعم لكن الطياير روحها غير نمونة، ما بارك على طيران الإمارات ما شاء الله البارحة غداها مميز الغايب الأخص الموزات هاي مالات العيولة. يا ربي ما صورت لكم إياه أنتوا لو تطعمون شو بتقولوا. هذا قرص أبو محمد الخصوصي، هذا طحين بر ودهنة بيض دهنة دين دهن وبيض ومشاوى وجبن في خاطري أبوكم تهلع عليه. لازم القرص يكون حمر ولا فلا، لازم القرص يغلي حمر، إذا ما بحمر ما يشيخ. ما يعيب القرص يوم فيه بعد زيادة عين، لازم يحففون مرة يسحتون سحات كان شي في عين أشوف لي في صاتها كلها تخوز. عينكم غربلاتكم شلة هذا بحط شوي عين، ارقع القرص الحق بسرعة تحط العينة. أنا بلاتكم أنتم النحاس اللي فيكم، الله أكبر ما أقول عنكم شيء. كلتوا قرصي ها شوفوا قش شو قراني، حد منكم عينه حارة مرال ما شاء الله. أول باري جدون البيضة، روح حفيظ روح حق يلين القرص شوي، هي ما شاء الله. سبحان الله المحاحة صارت شرق وغرب، النصيف ما دار شيء بالمحاحة. كود جبن، حط لي زيادة جبن متهلع على الجبن. ما زين أقول لكم الجبنة اللي أمس في طيران الإمارات جبنة بوش، والله ولذيذة وطعمها جامي، في تستملحها شويون ولذيذة إلى أبعد الحدود. ما ظني شيء يبيعون منها، ليتم اللي يبيعون. نزيل قرب الله تعدو هذا الطباخ الشيف اللي هناك ما قال لي بعطيك قويطي خلف الكواليس ولا شيات. سعود شو اسمه المطروشي شف سعود، تحريت والله بيعطيني ويطي ولا غريشة جبن، ما عطاني. لذيذ 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 إلى أبعد الحدود هالجبن الحافة. بعد يقولون شيء لبنة، ما طعمت اللبنة أنا، طعمت بس الجبنة، لكنها لذيذة يعني. بعد شوية الأطراف هذا شوي عند الأطراف، أيوة يا سلام بعد شوي بس آخر مرة. يا وقت تشوف دهنة الخالدي، هذا هو اللي يسلي القلب والريحة.
بلقي دهنة الخال دي كأنك يا أبو زيد ما قزيت في النصيفة حفيظة في النص. أيوة يا سلام يا سلام، بعد شوي يجون آخر مرة في النص. أيوة الله 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 ما شاء الله. خلها شوي تضرب الريحة، خلها شوي. أوه ما زين هالتنبيغة، هالتنبيغ هذا التنبيغ هذا اللي تشوفونه هذا هو اللي يبري يبري العليل ريحة الذبابة. هاي دهنة الخالدي طلعت حماركم، هذه دهنة الخالدي، هذه دهنة الخالدي. ما شاء الله، شكرا يا حفيظ. جول بجول بالقرص مرة ثانية فوق وتحت. أيوة روح روح حفيظ، روح روح ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه خلي شوي أبي أحمر، أبي غادي حمر مرة حمر حمر. يا سلام شوفوا شوف حين البر روحه لهنوخة ولا طعم، وزدت بدهنة الخالدي. شو خليت شو خليت يوم حطيت دهنة الخالدي أبدا. هيا مقولك نازل ومحصلة محدار. يا سلام عليك يا ابو محمد، عيني عليك بارده. ايوه بعكتم جولبه شويه. ايه هذه حني فالح ليبه حين غليظه. شو بي غادي الله الله جولبه لين غادي حمر مره اخر حموريه. اليوم القرص حاف. يا سلام يلا 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 يوم تتجانس ريحة المشاوة ويا الدهنة وتلحقها ريحة الطحين البر. شي غادي شي غادي القرص يبري العليل يبري العليل اللي طايح على يمدح حرام من ياكله ينش يرفس ينش يرفس. اوه 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 المتمني. ثانك يو حفيظ، ثانك يو فيري ماتش حفيظ، ثانك يو هريس. الله وبركاته حي برتشاب واهلها. يا مرحبا بصليح، صبحك الله بالخير. جود مورنينغ ماي برادر. كيف موجود؟ ودري عجزت زين؟ بغيت تكمل؟ شو هذا؟ وانت مرة ترى مصلبين راقد انت؟ راقد انت؟ والله ما يدور هالكلام. اي مزبوط. تعال عبدالي صباح الخير شقيقي. تحية عبدالي قهويتك تلعب انت ان شاء الله. ان شاء الله شوي ما يبعد. ايه ايه خلوا 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 ان شاء الله يزعل يزيد. خلت يلبس الخدام اول. شو تباها صلاح؟ شو تباها؟ قهوه ان شاء الله حبيبي. ما بنا يعني هي نعمين وانا نعم واحد. كم هي؟ شو وات يو وان؟ شو تريد؟ لا احنا يقول تبغى اول جاي. لا السكر حق انت متريج البيت ولا لا؟ لا شويه. قرص محله؟ هل كبيره؟ شويه زين بس بدون شيء حاف. شكرا. يا روان بعطيك هني ربع فردة صحة. ايه. وبفني لك. واذا قبل الشاي تبه؟ شو الشاي اول؟ اول شاي ان شاء الله حبيبي. ها شو عندك انت خير؟ السلام عليكم. السلام. أتكلم أطلع سيارة أنت وديها توكلها. إيه. ثلاثة سيربيس. إيه. أنت هذا كونتاك إذا ثلاثة ألف تسعمية عشرة درهم إذا. إيه. أنت ما في كونتاك إذا خمسة ألف خمسمية. يا رب. هذا ثلاثة ألف أنت في فايدة. ثلاثة ألف تسعمية. أيه نعم. يعني ناقص واحد ألف بس. ألف وخمسمية ناقص. ألف وخمسمية. أيه. ألف وخمسمية ناقص ثلاثة سيربيس. لازم هذا كونتاك. انا اقول كونتاك انا قبل هو اقول اوكي زين. لازم هذا نمونه راسك زين. شو حينه مثل سياره حصل ساعه 12 توكل على الله ماشي مشكله. ثانك يو. وين جيتوا؟ بيتي. منو عندكم هناك في البيت؟ خديه واعي خديه ولا راجل؟ شنو ابا صار الدوام؟ وي ساحي. اليوم اجازه بس الخميس اليوم. خميس ايه. وش دوام الخميس والجمعه كله دوام؟ البيت البيت في البيت. إيه؟ ما عندها من اوبر اليوم. هي إيه. وانت بيت بعد في البيت ما شي دوام انت؟ لا 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 البيت شوف ها
شو تبع حين انت صلاح؟ دهوة هذا الفنيال الاولي حق صلاح، والفنيال الثاني حق ابو محمد. اول الفنيال الاولي هذا صلاح، انت الفنيال الاولي زين، هذا ابو احمد وهذا ابو محمد. ايوه تفضل. Thank you, thank you very much. Bon appétit. أفهم. وصل الشاي ما صلاح. يا أبو يا المدخن وطويسة العود. زين صار قلت له خلنا حيله خلاص. أي. يلا حين ما شيء مشكلة. ما بين أغلى عنك يا صلاح. نوع عندنا نحن يينا. ما حد خير عنك في الدنيا، العود هاي الكبرى. العود ما يصير بجي. واحد اثنين ثلاثة. دخل علي. بسم الله بسم الله والحمد لله. لا تدخل نشك في راسك بعد شيء كرر الراس. والله في ضروب شيء عدل وشيء مالي مايل وشيء حرج العين وشيء ريحه عطبه وشيء ريحه اشخر مخلط خلط بلط. المصدر واحد والله. كان اللي عاطلنا اياه ظني بغاشينه راشينه اللي عطنا اياه العود هذا وروح الرشوش. قال له رجال طيب في خير وكريم كما تريدين. ظهر لنا هذا. اي والله. وقف عاده خليك واجف لا 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 في النار هناك. خليك واجف هي وقف عاده ارفع صدرك فوق. هي تحمل تحرك المدخل تحت بتحرج عمرك. هي ارفع راسك. اشوف. طلع شيء دخان؟ إيه؟ اشوف مرة ثانية. ها زين؟ إيه. اصبر اصبر. غن عاد سوي شيء. انت ما تعرف البيزا تعرف الهن. يلا. ثانك يو صبيح. تطرقع اليوم انت بكبرك. يلا. يبي يسلم عليك ليش ما تبغى تسلم عليه؟ ليش صلاح؟ السلام عليك. أرباب كبير. كيف حالك؟ عليك يا صلاح. بابا شان... حصل سيارة جديد لا؟ هي. أول دعايم يجي يقول سلام عليك. هي. حصل سيارة جديدة. هي. كامل كامل وغنية أبوي. هاي حمد وغنية. هي الأول حد الأول حمد وغنية إلا من جريب ولا من استوت الدنيا كامل وغنية. سبحانك يا رب. وحن ما شي بخشيش ولا في أي شيء. انقلع ليه صلاح؟ امس يعني فلبينيات اعطيت تن على 20 وهذا ليش ما اعطيته؟ انت حرام عليك حرام. فلبينيات لا كلن على 20 20 والله جد تصورنا قدام الناس كلها سوينا فيديو مشان بيه كلهم اعطى على 20 20 انا رجال والله رجال فلبينيات زين ما في مشكله بابا سكر باب شوف بيسكر صار خلاص تعرف شو تسوي انت؟ ركب سوق سيارة عندك ليه سوي ولا لا؟ انا ودي سيارة بس خذ السيارة انت اليوم بخبر عليك الشرطة شان بيتها من زمان ما سوي ما غنيت غنية غنية؟ اي من زمان صبر الى سنين بغني غنية حق صلاح لا لا ما ما بعلى هواك انا اريد يغني اللي ما تي ساچان نودي تسيلا درا كسا امرا مكانو سرجا كيلا درا الليلة مليتا وليلا درا كسا امرا مكانو سرجا تو اكيلا درا لدي 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 اللي بو حرام عليك هذا الغنية الغاوية بعد غنية واحدة باني على ليش يا صلاح انا اللي دي غني ما بحقك انت لا بعد نجي بعد غنية واحدة صغيرة خلاص صير معي والله انت الله اكبر عليك انت يا البطران انت يا البطران انت البطران مسكين انت مسكين لو مسكين ما رحت البقيه شي خص الفلوس البنك عنب انت حتى انت حاط عينك على هالبيستين إيه؟ فلوس وبنك فلوس وبنك اشكي يا هالبنك يا هالبنك يا هالبنك هذا حينه شابي يا يسوي شكايه شو شكايه لازم شكايه عند ام محمد لازم
شكار عندنا احنا ما مايلي انا اسوي شكار ليش ليه مشان معاش ليه ما حين معاش كم انت 1700 ايوه حتى قبل تعرف 700 انا اريد 2000 2000 ليش بهذا 2000 وانت شو تسوي الحين ها شو تسوي شغل شو ولا شغل ولا اجلس انا ما كلام هذا انا اريد 2000 2000 اسمع حفيظ 2000 يبقى معاش هذا ها شو زين سمين شو الهم مريض بطن قال ما يريد اكل كل يوم كم مره ياكل في اليوم اليوم تنين ها حفيظ اكل ثلاث مرات اشرب شاي ممكن 10-20 مره لا كذاب انا 5 مرات اشرب شاي صبح نهار كله ما في قوم انت اشرب 5 مرات خلاص ما شرب 5 مرات اشرب 5 كوب شاي كوب مره شو صغير بابا وحين شو شو نسوي شو الحين بعد رسول قضاء 2000 تبقى معاش 1700 وما يسدنك الحمد لله الحين فرح يطلع من جامعي يعطوني 3000 انت حينه ميلس تبقى 2000 ليش انا تعرف هيك قصاره زياده بابا هذا قصاره زياده قصاره مشان اولاد اليوم مدرسه اول انا اعطي 150 درهم انزين ولا 370 درهم اي شهر وايد اولاد طرش انزين بسوي تصويت نحن للمتابعين اذا قالوا زيده بنزيدك شو مشان حفيظ تعرفها بال الزياده اللي هاي بال التصويت بنسوي تصويت وباكر بنطلع الفرز هذا النفرات الحين شو يقول؟ يقول بتزيده 300 ولا خله على 1007 ترى لا مزارع في البيت ما في ما الحين سوينا نحن هذا نمونه نفر يسوي هذا نمونه بينحك زياده اذا يسوي هالنمونه انا ما اريد لا ما يريد بنقص معاش ننزل لين 1005 هي هي شو رايك؟ ما يسوي 100% ما يسوي مسخره ما انزين إذا يجي قال زيادة بنزيدك إذا يسوي هالنمونة ينزل لين 1500 ما بخلي بنزل بنشيل عنك 100 أعطي 1000 ما في مشكلة انزين ماشي مشكلة إي الحين اصبر بنعطيك جائزة الحين الحين تبقى قهوة أنت؟ قهوة مش شوية زيادة إن شاء الله أنت زيادة كنجوس ما أنت كنجوس يدك هذه جائزة يلا ايوه شكرا جزاك الله خير يلا ثانك يو لين 24 ساعة باكر بيردوا علينا الخبر زين ما بكره هذا تيم يلا سلام عليكم باي باي صباح الخير ابو محمد بعد احنا في الدوحة هذا هو ها جو لندني ما شاء الله اليوم صبحنا الجو ما شاء الله مغيم ان شاء الله خير علينا وعليكم جايكم صوب الامارات ان شاء الله هذا عناي طالت عماركم ياي وياي بولده اول بنات بهنتين هن يوزهن ويا بالولد عليكم السلام شو اسمك جواد محمد هذا محمد جواد هاو ار يو فاين هذا بابا فيري سبيشال بابا واجد قر 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 كيف حالك محمد فاميلي زين ما تكلم نو انجليش نو عربي ويسينك شد خير وتير زين الحمد لله زين الحمد لله هي بس الحمد لله بدر ما في شو تعال عداله تعال عدال ولد شو بعيد عنه بعيد هي شوي ما في واحد ملي ما في سمسم هذا فوق ما انا اشوف بابا ها سمسم ما هو صح اي يوز شوف تنين اختي هواته بنتين يوز ستن واحد يبتهني حمامه روحه هناك لا في بابا منو في واحد اثنين بنت هي واحد صار كم بيبي انت عندك لا هذا بابا ديت لازم 12 ولا 11 هذا شكل تسوي جيش انت فتان كله هذا سلسل ما شاء الله يلا بارك الله فيك الله يخليه ان شاء الله يحصل شغل ان شاء الله يلا بدنا الكتريشن هي بابا يعرف يركب بجلي بس الكتريك يعني هي بس يركب شليت ويركبه لا لا بابا ها سوي ترتيب كل شيء بابا الله اكبر يو سبيك انجلش عربي اردو
بشتون بشتون هاي هني بلاد ما حير ما يتكلموا لا أردو ولا بشتون عربي ولا إنجليزي أنا خبر هو إنجليش وأربي هي هذا اثنين لانجويج لازم زين الحين هو ما في معلوم انجليش ما في معلوم عربي لا يجي بابا انا يجي جديد انا ما اعرف اي شيء انا زين كم سنه ثاني انا 3 سنه كله اعرف الحين كم سنه عندي انا الحين 8 سنه ما انت زين 8 سنه عندي كل مره اقول لك يوم بتخفف السرعه قبل المطبة خفف يوم بتوصل عند المطبة شبه معدوم يوم عقب المطبة مش انت يوم لا تسوي لا العكس متى بتعلمت انت لا علمت القرآن بابا انا تعبان ما في مشكلة هي. سيارة مالان تعبان هي. بعد انا تعبان هي زي سيارة هلت سيارة زين زي صرت يبتشوف سيارة من الوكالة ان شاء الله هو يقول ساي 12 ولا 12 الحين الساعة وحدة 12 ونص الحين وحدة الحين انا سوي تلفون هي شو قال؟ شو يا بعد إن شاء الله جاهز. على الله. ساعة رادو؟ هذا. رادو؟ رادو من باكستاني. هي والله. زين نايس. جود. باكستاني براند. باكستاني براند والله. في باكستان براند ساعة. ما شاء الله. السلام عليكم اشخباركم اليوم ان شاء الله حسوي لكم السفه المغربيه السفه المغربيه اللي تعلمتها من عند اهلي بس اليوم ان شاء الله حتكون بريستيج المكونه شوفوا عندي السفه هي هذه السفه البلاليق عندي 2 كيلو بصل وعندي شحال حبه جبنه عمي بيبي تشيكن بيبي تشيكن نحن 6 حبات هاي 6 حبات جبنه هاي يعني كلهن تقريبا اظني وزنهن 3 كيلو تقريبا او عندي الزبده وعندي السمان وعندي الزبيب وعندي المشمش وعندي زيت زيتون وعندي مليحه وعندي القرفه وعندي كركم كركم وعندي توابل دياي وعندي زنجبيل وعندي الابزار الفلفل الاسود وعندي القريفه عواد عندي شويه سمن مغربي اذا ما في لا تحتاجوه وعندي الزعفران مع ماي عندي التوم عندي زيت نباتي عندي لوز وعسل وماي زهر وهني عندي لوز دخلته للفرن ويعني هرمشته زي وهذا اللوز حطيت عليه خاشوقه زيت ودهنته زي كذا ودخلته للفرن هذا خليته وهذا طحنته هذا ليش خليتيه حق شو هذا كله من التزيين عندي وعندي شوفوا عندي زبيب مقطع والمشمش اي حشوه انتم تبون تحطوها في الفواكه الجافه حطوها وعندي القرقاش تقولوا لي عمي اذا شو اسمه جوز الجوز هاي شوف هذه هي الاشياء كلها اللي عندي الحين حشرح لكم بهذه الطريقه بشويش بشوي شوفوا السفه اول شيء حنحطوا السفه الفور عندي هنا كيلو ونص انا كيلو ونص اللي هو البلاليق شوفوا لازم ندخلوا فيها زيت نباتي لازم زيت نباتي شي نص كوب لازم كلها يدخل فيها هذا الزيت ليش شو السبب حطوها عمي بتفورينها ولا تحطين في كسكاس؟ اي ححطها في تسوى كسكاس حتتبخر بتبخرينها يعني شوفوا الحين هذا الجدر ها حاطه فيه المي لازم يكون غلي لا تحطوا على المي بارد وهذا الكسكاس انزين يعني هالبرمه كنستخدموها احنا كنبخروا فيها الاشياء ويكون فيها الكسكس هذا المغربي لازم تتلبس بزيت نباتي تتبخر نص ساعه حوريكم كيف الطريقه لما يصفالها فيها هذا حغطها اول شيء ثاني شيء شوفوا عندي خشوقة زنجبيل خشوقة كركم أنتو غير مملوءات وهذه توابل السمك يعني نص خشوقة بزار مخلط يعني أتوقع كل واحد شو يحب شوفوا عندي نص خشوقة فلفل أسود وعندي شوية شويمة ثوم يعني أربع حبات دروس وعندي هذا السمن المغربي اللي عندنا سمن ولا زيت ولا دهن عربية اللي هو دهن عربية هاي وعندي شوية ديال الزعفران ها كنسيرو هكا ايه هذا يسمونه الحين هراك هركوا المكونات مع بعض كنسيرو باش غنديروها في هاد الدياي تفرك به الدياي بطن وظهر الدياي تبلناه تبون تسوون هالطريقة بالليل وتخلوهم تبل عادي شوفي الدياي تبلناه أول شيء غنبدا ثاني غنحط البصل هاك ليش البصل كمية كبيرة هدى؟ حيتعسل عمي هالبصل هذه هي الدغميرة هذه احنا كنقولوا عليها الدغميرة كنحطوا شوية ثوم شوفوا هاكا وكنحط زبرة وبقدونس بس مربطة
وغنحط في ناس تحط زيت زيتون في ناس ما تحطش ولكن الناس الاولين بس زيت زيتون واحد نص كوب عشان تتشحر لي البصل حسوي نفس التوابل ها اللي هو كركم وزنجبيل انا بسرعه هدا عشان ما يطيب خليني اسوي بيدي عمي كركم ها انتما شويه كركم الفلفل الاسود لا تكثروا منه توابل مال دياي نفس الهادي ححط القرفة عواد هدا لا تكثرين الجرفة انا ما احب الجرفة وايد في الاكل حطي له حبتين يالله انا باكل بعد حق منو مسويت لنا حق البيع ما بلب ما علي حطي اللي بتحطي لكن الجرفة وايد لا تكثري حط شويه زعفران اللي بقى لي زيبر بقدونس وحنا جايين كنجيو لهنا للحشو قلنا الجوز والمشمش والزبيب وكنزيد عليه اللوز هذا هذه هي الحشوه وحنا ان شاء الله حنصور لكم كذا اختيارات ديال الحشوه كل انسان على حسب رغبته هذا هذه هي هذه كتسمى امي سفه بريستيج يعني سفه مغربيه بس بريستيج دخلت عليها تحسينات هانتوما وكنبداو ها على حسب الانسان شو يبغي يعني اذا دياي دي بيبي تشيكن ولا كبار شو الاحسن هو او سمان او سمان هما شفتي احنا مسوين فيديو عمي عليه احنا مفرتتين الدياي ها وما تدكوش يعني لا تعبون وايد ولا تعبون هنا في الجوانب ها يلا حفيظ امسك لي هذا بس يخيطوني ربطوني احنا كسيدات المغرب كامهات المغرب كندلعوا الاكل شوف اول شيء كنبداو بالمشمش هكا الحين شو الطريقه هاي تسموها هذه التعسيل جيبني ماي شويه بليز كنبداو تعسيله يعني تعسيله شوفوا عندي شويه قرفه قال عمي ما يحب القرفه مليحه احب الجرفه كما بوايد طويل الحين انت تعسلين شيئين صح شوفوا الماي ايه ما شي جيب ماي تو ماش شوفوا غنحط واحد القطعة ديال الزبدة هنا قطعة ديال الزبدة وغنحط هني صب لي ماي يعني العسل هذه هي التعسيلة طريقة ديال التعسال نحن حاطين عسل سدر واللي يبي يحط عسل اللي يبي يحط دبس على هواه الحين التعسيلة هاي شيئين مشمش وهذاك اللي هناك حطيتيه قبل شوية صح؟ هذا هو دلع الأكل عمي دلع الأكل هو هذا وعندي ماي زهر ما يتحط في الاول يوم هدى مسوي طواري كادت تنهم كد اليوم هريسه شوف هذا ها الدياي وسويته ها خلاص حشوه وين شوفوا ها هادو الجوانب ها عشان ما يلعوزوكم ها خذوا الخبره خذوا المعلومه ها بسم الله توكلنا على الله تعالى حفيظ الحين هذا شو هدى هذا البصل شوف هذا كله بصل الحين بس شو يا البهارات اللي حطيتيها مساء البهارات اللي حطيتها الحين ما حطيتي ماء تظهرين هذا شوية ماي خلاص نشيل الخزبرة وبقدونس شوف عمي هنحطه هذا ليش هذي شي؟ أحسن عمي عشان ما يبان لنا الدياي لما نبي نشيله جيب يا أخوي جيب ساعدوني الله يخليكم كيف الريحة عمي؟ يلا بس نخلوه شوف شلت القزبرة وبقدونس شوفوا الماي نحطوا شوية ماي يكون غالب عشان الدياي يطيب لنا فيه خلاص ونقفلوا عليه تعال خلينا نهيلة هذه من بعد مرور نص ساعة شوفوا وقفت ايوه نص ساعة وكنرجعوا هني اكسكيوز مي وشو نقول ما حيت نعرف حارة يا عمي جيب لي خشوقة بليز حوريكم طريقة هذه الطريقة الأولى دي الناس الأولين أنا ما حط عليها ماي حار عشان ما تجي زي الشعيرية هذه بالماي بارد هي شوفوا كنبردوها بحال هكا شوفوا الزيت ونخوي عليها الماي بارد كترشوها واحد اثنين أكواب بس ونخليوها خمس دقائق هنا ونرجعوها ان شاء الله مرة ثانية مرة في الكسكاس وتخليها تطبخ ثلاث مرات حنسوي نفس العملية عمي ايوه شوفوا تحطوا شيء تتسقط ليش هدا الماي؟ الماي البارد عمي عشان ما يعجنها في ناس لما تحطها هنا تكب عليها الماي اللي في هذا القدر انا لا ما بيا هذه بسرعة تستوي في 10 دقائق احنا نبي الطريقة الأولى اللي كانوا الحريم يعني ما على ما قالوا هالبحرين أستا يعني الدرجة الأولى عمي إيه زين
ها وهذه الحين طالعوا هاي التعسيلة بس يلا طفي عليها هذا جهز هدى خلاص طفي 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 جاهزة خلاص تحسس كل الأشياء وهذا من ناك البيض بعد اللي هو حق السمان بيض السمان هتردين ويتم يطبخ بدون غطاء ما تغطونه لا نغطوه شوية عشان ينزل عليه الصهد عنه شوية شوفوا الحين حنكمل طريقة التعسير خلاص الدياي استوى شوفوا بس خشوقة واحدة هنحطه نصها هني ونصها هني ونحطه ماء زهر يعني خشوقتين ماء زهر خشوقتين هذا حق التعسيلة خلاص الحين خلوا الماء يوقف وخلاص نزيل الحين حشيل الدياي عمي نضحينا نضح شوية عمي نحطه في ورق الزبدة عمي هذا عشان ما يتقطع معاكم هذا بدي اخليه فرن الحين دخلوا الفرن بس دهنوه بزبيدة ودخلوه الفرن بس هاي وهاي التعسال ها على قولتك هذا الزبيب يا ربي ما خل ريحتي يوم دخل فيه ما الزهر هذا يقول لك يدلعون الاكل هم هاي الاكل ما يطلع زين هاي شرات الريل ما دلعتي ما طابلت دلعي دلعي ابوي تقبضي بيديك وريولك دلعنا ابوي ما شيء الحين ابوي شبه عديم الريل الحين الريل خلاص مدلع ها دلعناه ايه احنا ايش بسوي بهدى؟ هذا الحين حنحط عليه الزبدة ويدخل احفظه بدخل الفرن شوفوا الزبدة ايه والفرن هذه هي الطريقة دياله ها هذه ليش كنقول الصفة برستيج هذا زبيدة وخلاص يلا حسن تعال حبيبي الفرن يلا دخلوه الفرن شوفوا عادي لين يحمر لين يحمر الحين غنشيلو هذه الثانية الله يا هدى انقسم تحرق انايا شوفوا البصل الحين غنقص البو يعني الغاز على شوي شوي ونخليه يتعسل لين مره وجف معه شوف بسم الله يا ربي زين وحين هذا سويتي حينه هذا شوفوا حوريكم بيض السمان هذا كله للتزيين ها الناس اللي تقول لي هدى ما في سمسم اسود لا في سمسم اسود هذا مو حبه سودا هي سمسم اسود مع سمسم اسود في ناس تقول لك لا ما زين راويهم شو سويتي ها سويت بس تحطون ها والسمسم والسمسم وهذه ثانيها وتحطها في السمسم شوفوا تحطوها في عود اسنان وتحطها في السمسم ابيض ثاني عود اسنان سمسم اسود ها ايوه بهالطريقه هو السمان بيض السمان جيبي هذه شيل بسرعه هاي المره رقم كم هدى هذه المره الثانيه استنى حبيبي شو حط لي هنا؟ هاي المرة رقم كم الحين؟ ثانية عم حزيدها الثالثة وحتى الرابعة تمشي فيها. لين ما ينضى؟ لين ما تنضى هي احنا ما حاطين عليها ماي حار. شو السر ان الماي لازم يكون بارد؟ شوف عمي إذا حطينا فيها الماي حار كتصير كأنك مسوي شعيرية في الماء. احنا نبيها شوف كيف مفكوكة ها. تكون حبة يابسة. شرات العيش اللي يوم يسكر يكون واقف شوفوا الماي بارد ثاني والرش وانتو ترشون ها وانتو ترشون ها حطوا شوية مليحة ها قلنا خمس دقائق لما تحطوا على الماي شوفوا كيف شربت الماي ها الماي شوفوا كم الكمية اللي حطيت وشربتها ها بسم الله الحين شو بتسوي تردين على الكسكاس؟ ها وهذا ها يطابخ مكانه يعني راك تاخذ شي ثلاثة سوايع عمي ولا ساعتين ونص عشان تطلع زينه ها شغله طويله عريضه اثرها بعدين حنسوق لي مات الماي اللي اسهل شوف كان هذه هي الاصليه الشيء الزين الحين الدياي داخل الفرن الفريريات هذه قاعده تتعسل وهالاشياء تعسلت خلاص بعدين حنوريكم كيف حنستف ونرتب خلصنا الحمد لله بس مهمة على السلامة الحين ها بتردين داخل بتردين حرده هني عمي وبعدين بتشلي مرة ثانية الحين نوريهم إذا في الثلاثة خلاص سوالي أوكي ما السوا حزيدوا المرة الرابعة يعني نفس المرحلة ترشوا الماي بارد وتحطون الدياي يتحمر والحين قاعدة أسوي في الدغميرة قاعدة أدغمر يعني البصل وغنزيد خشوقة عسل شوف لازم العسل هذا لازم وتكون نار مهيلة ولا توقفون منها
ها كل مرة يعني حنكون عشان ما تلسى تحت تجي مدغمرة وزوينة وحنوريكم في الآخر. هذا الدياي جاهز. هذا البيبي تشيكن شوفوا. يا سلام يا سلام. هذا الدياي والحين شوفوا التزيين هذا المشمش شوفوا. بتفتحوها بس من وسط سهلة. واحد اثنين ثلاثة ها وها تحطون لوز يعني هالأشياء للتزيين. شوفوا تحطوا اللوزة ها وتلفوها زي الوردة. تلف معاكم ها شوف وانتو تعال عمي عندي هنايا وانتو تحطون اي شيء ما تبون السمسم ما تحطون انا حاطه السمسم الابيض والاسود ها وهذا الزبيب الحين انا حضرف شوفوا الحين هذه السقه واجده شوفوا كيف وصفتها حبه أيوة. على ختها أيوة. بدون شفتوا الطريقة اللي سويت لها. لا هاي طريقة تها. هذه الطريقة أصلية عمك. هي. شوفوها وغنحط خشوبتين زبدة بس. ها. وهذا وخشوبتين سخين الزبدة. ها. وتحطون أنا أنتم السكر ناعم أي كمية تبون تحطون حطون أنا بس هحط خشوبتين. صافي كنبدأ. زي سوي بيديش هدى. واخا بيدي أنا حط شو شوف النار اللي طالعه عمي هذه هي الطريقه ديال الصفه المغربيه الاولى هي هذه اللي كيخدموها الحالي يعني بدون ما شفتوا طريقتها كيف حاضر عمي يلا الحين انا حسي راتب تعال وريني عمي هاي الدغميره شوفوا الدغميره كيف وقفت خلاص وقفت في دام الحين حوديها شوي هدى ايوه هاي تستخدمي حسيرة اسوي لكم في الديزاينات عشان تشوفوا الحين وححط هذه التغميره يعني شوفوا ترى الطبخه شويه متعبه شويه بس هذه الاشياء احنا يعني ايامات العزومات الملكه العرس هذه الاشياء كتحط بحال هكا شوف هذه بقايا اللي بقات لي من الحشوه ديال الدياي كنحطوها حتى هي هنا ما في شيء يضيع يعني ليس مو بريستيج هذا هو البريستيج ديال صفه ديال الفريستيج اما هي اول الحين هاي هذا شو هذا اللوز روحه اللوز روحه هذا روح اللوز المال وبعدين ثاني شوف عمي كنبداو نحطوا طبقات بحال هكا شفتي وحنا غاديين وكنحطوا في الدميره ايه شوفوا انتوا تعرفون هذا الحين فهمتوا شو الموضوع كامل هذا بالتفسير الممل عاد سامحوني اللي ما بيعرف هذا شيء راجع له هذا معروف الشو اللي حشوه الدياي اللي تامه منها وهذا اللوز اللوز محموس وزاهر هنايا خلاص كنبداو نسوي هي الصفه المردومه بس احنا اليوم سوينا صفه بريستيج وكنبداو خلاص يعني مردومه كنبداو نغطي في هذا الحشو كله لازم ما يبين ايوه ها. لذلك سميتوها الصفه المردومه لا مردومة الحشو مالها الدغميرة تمردومة مردومة ما تبين هي اليوم بياكل يبين أول عمي كانوا يحطون الدياي داخل ها. ما تبين يا مردومة يا مو مردومة ها. يعني على الله هي. يلا تعال أوريهم شوفوا هذه الدياي اللي وريتكم هذه السمسم الأسود هذا اختراعي ها حطيت له راس هذه يمكة هذا شو تقولوا له قنب احنا نقولوا له قنب ديزاين الله يعني شوفوا ليش بريستيج اي مرت. شيء من البيت هذا والله التمر اللي جا لعمي الحين انا قطعت منه هذا الحين مرحله التزيين شوف انتوما عينكم ميزانكم على حساب الدياي اللي عندكم يا اربع حبات يا ثلاثه يا الصغير يا الكبير انتوما كونوا مبدعين ما هو البريستيج البريستيج هو الابداع يعني الطبخه على ابوها وجدها مغربيه بدون منازع بس البريستيج انت تتفننين فيه في بيتك ها شوفوا شوفوا انتوما غاديين كل حرمه وشطارتها ثاني كتحطوا البيض يعني انتو بدعوا انتو لكم الابداع انتو لكم الفن انتو سووا اي شيء تبون في الديزاينات عذاب عذاب ما بطبخه هالشي مال افراح مال يعني احد مبل الطريق مبل اليومي ها مبل اليومي لا يعني ليش يا بريستيج اليوم
شغل فيها عمي. هي متعبة هذا اللوز يا ربي، كم اتصل فيه وكم التعدي. يا عمي كل واحد وكيف يبي يسوي. هاي طريقتهم هذا. واحنا حطينا شوفوا انا الديزاين هذا، هذا فكرتي هذا يعني من راسي انا هالشيء. الواحد وكيف يبي يستف، هذه فكرتي انا. ها انتم الزبيب انا وين حطيته فكرتي، حيت انا سويت الزبيب الغليظ. عمي جاب هذا الكبير قلت ليه جيب الاصفر. بس ما علي، احنا شوف احنا ليش نقولوا البريستيج، نشتغل بالشيء اللي عندنا في البيت ونقدر نطلع منه شيء فنان وزين. شوفوا والله العظيم هذا السدية اللي جاي عمي من برا، السفة المردومة بريستيج مغربية على ابوها وجدها. شوفوا جايين نطالة عماركم، هذا هدية من الغالي بنتنا الحبيبة سارة بنت خالد. يلا اوبن عاد بلية مناسبة، حياتي ما شفت حدي بحق حد شيء. بلية مناسبة، بلية مناسبة، هذا لا هو عيد ميلاد ولا هو ما شيء ما اوبن. كم كرتون بكرتون، هذا جوتي اسمه بيرلوت. هذا جوتي هينا من عند الهادي. ثانك يو بنت خالد، ثانك يو بنت خلادي، ثانك يو يا بنت خالد بن احمد. تدي هيني اخوه، تدي هي اخو ابدا ابدا، نفس الشيء من عند حمود بن براك، لونه بي بيج بعد هالنمون اخوه بالضبط. وهذا رصاصي، امس قطيه في قطر القلب هناك عند قطر، اقول كم امس في مصر والله القلب عندها قطر، لاني قبل شوي كنت افكر هو عنده ليش لا، يعني شو دم ولحم. اقول كم امس يوم في مصر جلس رجال في اللوبي ويا هله، وشفت جوتيه شي رصاصي وعيبني وصورته، ما صورته اتحرت بظهر شراته، يوم صرت اطالع ثرني ما صورته زين، وقال لي بيوني هو يا هله بيتقهون عندي نهار ثاني ما يوم. وهذاك الجوتي اللي هو لابسنه شرات هذا لكن ما بالنمونات تحدون اللي فيه سلفرج، اللي فيه هي سلفرج في لندن اللي خدته من نفس الماركايت اللي يقولون اللي خد منها الشيخ أول ما لبس منها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. هي ما شاء الله ما شاء الله عليه، من ياخذ شيء طار من السوق، الله يحفظه إن شاء الله الشيخ وانت الشيخ. المهم شكرا يا سارة بنت خالد وطالع عمرك حبيبتي وتانك يو، لكن ما شيء مناسبة. ليه كان شيء مناسبة بدون مناسبة؟ لكن زين مناسبة اني انا ابوك يعني ما بيطيح نصك يعني مش غلط. اي والله ثانك يو حبيبتي. السلام عليكم. هاي هلا حبيبي. شكرا يا خالد. هي والله ابيجي ادري بهالسي عين عين صابك عين ما صلت على النبي. انا دريبه دريب يتكلم بالموبايل ادريبك ما بنت هو لي يتكلم بالتليفون ودعم. اي ابوك ما يتلونزيني ابوك ابوك انا شكون وايد تعورت السياره صلاح؟ لا شويه شويه من شويه بيصلحون. انكسر انكسر ليته. ما بابا فلان فلان هي عمار بابا سيارة الناس هي كسر ليت سيارك لو ليت سيارة الناس هي دا الناس سيارة. انت منو لي داعم؟ انت داعمين لو داعمينكم؟ هو بابا عمار بابا معنا ادري اني يتكلم بالموبايل يعلم ما يتكلم غرب اللاته. سيارة جديدة حتى شهر ما كملت غرب اللاته غرابي النص هي يزي. منو؟ أسد شابه العين ما تشوفه. لا لا بنت بنت بابا خليه يفهم يفهم يفهم. لا يا زواف خاطر خبر كل بنت. أسمعك أسمعك ما أكلم حد أكلمك أنت. بابا أخوة عزيز شابه بابا ها؟ لا 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 هاي خلي ها ثلاث صلاح خلي خالد أبوه أبوه
صلاح بيسافر؟ أمال الحج أسب يصير الحج؟ أمال أبغى خلوان وان ما خبر نوال ما له. إنزين منو بيصير الحج؟ ما أشوفك. رامني ويهك صلاح. أما أعرفك شو تقول اليوم أنت تقطع صراحة من الدعمة سيارك وأنت ما بخير. ما تصبو شعر ينبي شو صلاح؟ أنا مخرب علي محمد بن أحمد. لا حبيبي زي ما أشوف وجهك أنا. أنا ما أعرفك شو تقول أشوفك الحين. أنت بلاك زعلان عسب سيارك؟ التصريح في الوكالة التصريح في الوكالة حبيبي لا تمطط شعري يبي أقول لك حمودي حبيبي أقول لك صلاح بيصلحون سيارك في الوكالة أنا الله تأبوك خلني أروح حبيبي إيه مطلت تبيه أشكر أنا روح حفر طبي من هدل إيه تيجي تبطل أوي أوي شو هذا خلتني أسكر عن صلاح إيه طريت تبقى أنا الله تأبوك يلا سر منك سر حبيبي. ها حبيبي طر لي ثمية انا شايف ها اسد اسد صلاح يبي يسافر اسد بابا ما انا هو بيسافر اسد بيصير الحج ايه امس يا ابن العمره هو بيصير الحج ما عند عطى سيارك يصير بهالحج انا ما بمينون انا عاجل تتينن بلادي ابوك على ما قالوا المصريين يسب لك بلد هي ثلاث دريولية اثنين منهم يتم جلطة وواحد تخبل وهذا تخمكر ما حد صاح من عقبك تينن بلاد على ما قالوا المصريين يتساب لك بلد شكرا شكرا عفوا ما اشوف وجهك مستوي عصب اليوم انزين انت من دعمه سيارك وانت ما بخير يا استنبح 24 ساعة لازم بيدعم فقير خاديته عمين من وراء ايه يعني انتم مدعومين ولو داعمين ما اعرف خلاص مدعومين مدعومين بخير انت انزق بالتليفون التليفون زين راسي افتر من كثر ما تومي بالتليفون راسي افتر احسن شكرا 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 عفوا بعد يلا شاف النار بارد يلا تعالوني باكر الصبح زين شو جعلتي التي التي برايك بلتي زين تعال سلم علي وسر دوك عبد الرحمن الو عليكم السلام هلا ابو محمد ما اشوفك عيال وينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكل أحف ينبك تزيق أنا من المذبح هذا اسمع التليفون هن أنزي تلبس ودقني تليفون شي زيقتني يا ريال يلا يلا بتلبس أقول لك حبيبي علومك الحمد لله بخير طيبة وين ساير وين سامحني عبد الرحمن بساعة يوم دقني تليفون أنا كنت ياس أصور هدى ياسة تطبخ وتواقعت وياها 100 ودية يا ربي على هالحالة كل يوم اضرابوا وياها كل يوم هذا
الضرابة لابد منها الضراب ولا ما يمشي اليوم وش؟ عبد الرحمن شو قال ممك وحبوتك اخوانك خواتك؟ والله الحمد لله قالهم بخير، لكن حاليا ما حد في البيت غيري انا بروحي. وهي ودروا لك البيت ما تتشاهد؟ ماشي ما حد طايقني. ما وعدت وتلبس بغاشي ملكة ربيعي اليوم عنده ملكة باشر هناك عنده. ايه الله يبارك، اسلم عليه قولي بارك الخالد الخالدي. يباني شاهد يباني شاهد. شاهد الله اكبر بعد. ايه طورت العزبة خلاص. تشهد بكم؟ شهادة العرس بكم يعطونك؟ تفعل على 500 درهم. 500 كل عرس تشهد فيه 500؟ ايه. شوف شوف هاي روحها مكدة. ايه مكدة عايش وانا اسعد طالب الطالب. الله يعطيك ان شاء الله. عبد الرحمن. قل لي الغالي. أمبوني كان في خاطري تيني أسبوع هذا، حين أنا بسافر ورا بكرة بسافر الهند 3 أيام وبرد. إيه عندي علوم كأنك بتروح الهند. هي بنسير 3 أيام بس. هي 3 أيام بدنا شغل أنا وم عبد الله. ما وايد على 3 أيام 4 ظني كلهن، لأن برد عندنا عندنا عقب سيرة قطر يا عبد الرحمن. عشان هذا معرض؟ هي معرض الحزم. ايه ايه شيخ سامعينك يوم تتكلم عنه. ايه ايه بعد بنصير يومين هناك. بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق. انت بخير كل شيء زين عبد الرحمن؟ الله يا الباي والخيب. مالبباي. اشكر فنك. مالبباي. انا الحمد لله بخير واهلي كلهم بخير وعافية وسلموا عليك كل. عبد الرحمن بعد ياكم مطارة؟ والله يعني خفيف خفيف ما شاء الله. رد ظهرت الكشه. ايه خلاص صح. اشكر فنك. طلعت الكشه تو ابغى اسوي عقوص بعد. ايه مسوي عقوص نفس اللي سوته لي ام الحناية. حليل هسافرت ام الحناية عبد الرحمن. خلاص ما بترد ما لها حودان. ايه والله ان شاء الله ان نجيبها لو زياره تولهنا عليها. هاي انت مصيحه هناك. لا لا ما تصيح مش عارف اهلها فقيره. يلا الله الله يوفقها. يلا رد سلام عبد الرحمن على اهلك ان شاء الله يوفقك. الله يحفظك. اي اليوم كل بوتيم كل بوتيم. ها انت وين؟ السلام عليكم وبركاته. اي ها الا كله في المزرعه حينه. لا والله في البيت طال عمرك. في البيت شراد ديكور المزرعة محمد. هذا الخير وهذا قير. في الميلس انت؟ ايه في الميلس. ميلس ميلس تيار. الله يطول مشار عمر شاء الله شيوخنا وحكومتنا. آمين. ماشي قاصر ما حتى فقير ماشي طال. فراحة في جنة طال عمرك ماشي قاصر الحمد لله. تستاهل يا ابو عثمان. ايه الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا ما اشوفه. لا بعد الطاهان طاوله الطاوله شوف انت. ايه الطاوله وانت ما شغلت انت وياها. ايه ايه الحين تسوي لي جماعه قبل مرعيك عقب صلاه العشاء. منو بالله عليك؟ جماعتي يا مسلم جماعه. انا كل يوم اشوف الحين الا جماعه صبح ومساء وغداء وعشيات. تعال الحين تعال اسمعوا ربيع الخالدي. هي شو انت رفوات ويون شو تسوي حين ملك انت يا من اشترى له من حلال عله. اقول لك ها حط لي 4 اطورات شو يسوونه مالك شمطري. هي هي من هذا وهذا وهذا وهذا. هي وحط لي 8 قولوا يا شو اسمه قولوا ترمس ما ادري بك شو بعد تبع. أبقي 8 و6 بقدوس و6 أثر مال في فاي فارق. طيب يا أبو عثمان. إيه 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 قال بشكل وقيس لأن جماعة جايني ويبون الشيء هذا حاضرين إن شاء الله. إن شاء الله البيت أحب بتلبس بسير النادي أتري تو أدم بصلي بتلبس بسير النادي. ما شاء الله تبارك الله. شو أخبار علومكم؟ أنا بخير يا أبو عثمان الحمد لله. بيت عشو عندك الجماعة؟ إيه إيه بتعشوا المشاوي من المطعم؟ ايه ايه يبغون من المطعم ما يبغون مال البيت ما يبغون مال البيت. ليش؟ بني بنا مال الشسمه وقول وياي ما بدأت لبناني احنا.
الكرم شو اسمها نسيته والله. هي نسيته ما شاء الله يا محمد. انا بامس الحميه تكوزتهم حتى ما ابطت يومين واشتلت. استعملت الله يسلمك. ايش استعملت؟ شو جيت الله يسلمك كرات بصل بصل. هي وقلت لك يلا قطعوا قطعوا قطعوا. هي وزنجبيل. هي قطعناه وطال عمرك لوميه. هي وقطعناها. شوف انت فصين ثوم ثوم. هي وفورنا على الضوء مرموليه ويوم برد مرش رشخله. هي واستعملها الساعه في الليل قلاص ونهار ثاني الصبح قلاص. هي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله زاد بسرعة بسرعة تنفط ما شاء الله عن هالحمى. مرة ما تمت فيك حتى يومين ما خذت. أقول لك يومي فرقت في الليل وإن ما بصدق أبو محمد أن الله يعزك الوزار وعز الحاضي والملائكة ويسمعون الوزار وقطرة حمر على راسي وفانيتي وكدر ما النوم تقول عصرن عصرن ماي عرق عرق الفجر. هي بس خاص طار الشر طار الشر. الحمد لله الحمد لله. عرفت عرفت راس بصل حمر. هي وفصين ثوم وزنجبيل هذا الخضر ولومي لومية وآشار في فاي هاي طبيخة محمد طبختها. ايه نعم وخلاص شربت له. شو يوم يوم بركة رشخلة والشخالة هاي شو سويت بها محمد؟ عقيت شوفي بعد حرام عليك زنجي. شو هالبطرة خاف من الله عن الفسقة عادة شخالة بيو. ودينا برا بعد الفوش بعد ما اكل الفوش ما اكلها. اقول لك ها من الصبح ما الفجر من اللي برا ارتي المطر. هي قالوا نبيكم مطر يوم الخميس مطر 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 وحفت علي في المزرعه هناك حفت عليهم تحملوا على الحشيش مع الغنم على هذا تحملوا كانت ارتي الحين قالوا لي في الليل. هي اليوم في الليل قال لي مبين المطر قطر غرقان محمد يبي على الفيديو وطر شو هالقطر غرجوا وهالكويت طبعوا. ايه الكويت طبعت وقطار غرجت. ايه محمد نعم قطار غرجت والكويت طبعت ما شاء الله تبارك الله. هي والله كلهم آه؟ طبعت بلادهم ما شاء الله. الحين سووا لي تليفون فيديو من شعب. هي هي اي باب ما شاء الله كل الامطار عند مطر عندهم شعب في راس الخيمه. ايه براس خيمة طحينا طرش لك الفيديو. لا لا ولا طرش غيرك بطرش لنا ألف ودية. لا لا ما هذا خاص خاص أبي قبل ما يندبون لك يندبون العالم كلها. وحتى بقول لك بس مين بعد قام أثباش شو بأثباش شو الأمطار شو ولا ودية. أنا يعني مكتوب بيقول لك شوف خلفان شوف خلفان خلفان ما خلفان بعدها واحد بوميان شنة. يا مرحبا يا مرحبا وسهلا. شخبار علوم ابدا فاتك الغدا اليوم. غديتو هي والله سوبريم حمر توه طايح. صح رد سوبريم يا محمد شحوب فيه ما شاء الله تبارك سمين محمد اكلك ماكول ان شاء الله يا محمد. من وياك انت موجود عندي الله اللي يبرك على الاولي والتالي والنعم بالله والنعم بالله. اما محمد داخل متناقب وياها من كم من يوم متناقمين. الله الله فيها انت الله يبقى لي ولا ام محمد والله متناقمين من كم من يوم ترى ما تقول علي والله يا تقولي هداك الا ويا تليفونات هداك ويا تليفونات 24 ساعه انا ما كني موجوده. فقلت لها بكتبتي بقول لها ساكت عليكم زين ايش تباني اسوي على الدور ترى الحين نشق معها عاد انت اقول هاي شغلتي انا دونات ما بسويكم شيء وغير. هي والله كانت لي كبدي كل يوم كل يوم سكوا حكوا وياها وسب التليفون دومك ويا ما اشوف وجهك بعد خس عن صلاح. اي ودي منك سكرات منك ودي منك 30 الف شهرين تعطيني وينه قول لي عندك برج على الكرنيش شو ده؟ انا منه 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 منه. هي والله لو ما بهاللسان كم ما جت البيزات ابو يتحمل اثانك انت. هي والله تي بثره ولا شيات حد يدعي علي عن ثر الليل. لا 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 ان شاء الله شوف انت ولا بلم. اقول لك انت لازم محمد محمد الليل الاول في العياله لبلم مات عياله زعاب رحمه الله عليه مسكينه كم مسكينه بلم رحمه الله عليه شو اسمه؟
اسمي سيف. سيف معرس؟ لا لا ما عرس ما عرس. حليل حليله. اي مسكين ريال طيب الله يرحمه يعرف العرب يعرفه. اي والله حيد دوم في العراس في العيال يسوي يقبض الطوس في العياله. لا تيبه بلسانك بعد امس وشكلي ولا شيء مزين. اشوفك تتحلل فيه تتحلل فيه تتحلم. هي والله توني ذاكرنا من يومين بعد تحيد. ايه يا على بالي عقب عقبيش تيف عقبيش عقب اتلم عقب بلم 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 يوم ببلم. ايش قال محمد؟ اقول لك ها اتحمل بتحمل عقب انت ما بلم كيف برمس يوم بيوم بتي يوم بتكلمني على هالشيء. هي انا بدي اقول لك انا كنت بقول لك انا 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 محمد السناب خلاف تليفون ما حد يباني ما عارف ارمس. لا لا ما أعرف أقول لك. نعم. يعني في النهاية ترجمون ترى ناس. هي ما صم البكم البلمان. إيه 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 إيه. إن شاء الله يا محمد إن شاء الله. أقول لك. ها. أخاف أخاف يسوون بالخطأ يسوون بالعمار بالخطأ. وأنت ما تبغى توتيهم. لا 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 لا. إيه إن يسوي خطأ. هي أبي غلطود. أبي غلطود بتنازحهم أنت. إيش قال فتنتي؟ ها. إيش قال بفتن عليهم يوم أنا بلم؟ محمد عرف انها سووا ترجمه بالخطا. هي لكن المتابعين ما بيعرفون. لا بيعرفون بيعرفون مترجمين بقوا في بولك. هي صدقك مترجم علي انا عشان اسوي لا حولك ولا قوه. ماشي ماشي علي انا راسي. كم بالله عليك؟ اخاف اربع الله يبغوا بذات الوايد مثل انت ما حيت اطلب عليهم وايد. اخاف على الباك يطلبون علي وايد. ابوي الله يسلمك الصحه والعافيه بعدنا مبرقين فيك مبرقين فيك بعدنا. هي والله يا ابو عثمان روحي احب احب العرب كلها. محمد اي نعم الله يواليك العافيه ان شاء الله. الحين انت الحين فرح العالم فرح العالم بيني وبينك الحمد لله. المريض اللي في المستشفى اللي ما قدر يطلع برا اللي غير اللي كله محمد محمد حليلهم. انا ما عاد ما اصبر عنهم يا محمد بعد لو ما بهم انا ما استويت. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. زين ابو عثمان شايف الخاطر ابوي ها ما سويت تليفون مبارك منك مبارك ما سويت تليفون منو بمبارك مبارك ما في حد غيره. انا ما اعرف حد اسمه بمبارك. لا لا تعرف اسمه غير هو. لا بمبارك انا ما اعرف حد اسمه بمبارك. ايه ما اعرف انعرف عليه ان شاء الله. هي ما اللي يعرفه بمبارك اختفى من حياتي مره. هي اختفى. لا لا لك الرجال الطيب ريال الزين هذا. طيب اندوك تدري حين ارمسك منو يدق التليفون؟ اه عبد الرحمن. ايه عبد الرحمن سلم عليه مسكين. هي والله حين ظهر لي شي قدام التليفون ما 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 شاء ها تسوي هذا دق هذا ها بس الحين رديت انت يوم حد يدق لك. هي تبني رامس ويا ساعه ما يعيز من رمس غرب اللات ظاهر فانيل زنجاف رمز اللطه وغادي ابوك يزيغ اللي ما يزيغ عقله بعد. هي والله بيضرب بصويرج لو تشوفه. ايه متى شربت في قطر انت؟ قطر بعدني عندنا شو اسمه مهرجان العطور سوق الحزم مول الحزم. عقب ما تجي من الهند؟ هي اول بادي الهند. الهند تدري انا تحرى ريبه سيره الهند ترى الهند يوم الاحد محمد. هذا اللي جاي ورا باكر. هي ورا باكر وانا لا زهبت ثيابي ولا سياته. اوه مشكله عيال. هي والله ام عبد الله كل شيء جاهز عندها غرب الله حيه لفات. اليوم الخميس وباقي الجمعه. هي والله باشي باقي يومين. الحمد لله الحمد لله. زين يا ابو عثمان ندوكم جد جد الخلا والله وريت روع عن القطاوة يا محمد لو القطوة من تقولها جب ظهرت جب خلت يا حي اقول لك جد ها
خلي لك طاوحين فيارين ما ادري ما يزقن فيارين هيبا قطو الفاري طال اخوي منو 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 شوف انت ايه نعم الحمد لله زين بو عثمان شايف الخاطر الله يعزك عزيز وغالي طال عمرك سلم على الاهل منك وعلى الجماعه ورشد عنا سلم عليهم كل حد بيسال عن كل حد ما بالله واحد ندون عن ثاني الحمد لله بعثمان بخير شو الحمد لله احسان اول تستاهل الحمد لله تستاهل اقول لك انت كذا شباب ولا تشوب لا لا تمشي شو شباب لا تشوب لا لا خليك على طول هالنمونه لا 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 شايف دين الحين لا 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 خلي لاحج على الشيب محمد تتوي الناس حينه زعمت زحمة وصل ما شاء الله فوق 70 وصلنا ما عليك باس محمد توك تول هو بادي تو الناس لا لكن طال عمرك الواحد بديك هي تبقى الشباب بديك تبقى شباب بديك هي والله يوم اللي كان دروع حسن بس اللي حليل السوداني يربيعك يا محمد مخيرك الحد يتخبر عنه زيد هي مسكين ابو ناظم ابو ناظم اسمه ايه اليوم بي عندي متأشر يوم بي عندي هنا قول والله وضروري تكلم انت ضروري ما بكلمه انا بخلص التمرين بي اسلم عليكم وانا راد انتوا الا في خليفة والنادي في خليفة ايه موجودين بس عيال محمد ذهبوا وعياني وعياني ذهبهن الموجودات في مرمولية يلا في مال الله انا كنت اليوم بي بظهر لك لا 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 باكر اليوم بضويك انا خلاف الحين عقبة النادي بي زين في مال الله يا محمد مع السلامة شو بلاك زعلان؟ ليش زعلان؟ الساعة 8 الساعة موعدي معاك الساعة كم؟ 8 وحين الساعة كم؟ 28 تأخرت 20 أنت أنا لي عندك نص ساعة ساعة أنا لي عندك ساعة في دمك اليوم دربني الباجي المتبقي يوم بقولك زيدني من عندك هات ساعة تكلم بأن حن برنامجنا يأخذ 45 دقيقة ويعني الحين عندي أنا 50 دقيقة 40 لا قالوا لك 40 يعني 5 دقائق والله كلكتي أنت تروم علي أنا ما تمرن اليوم اليوم إن شاء الله شامل فوق إن شاء الله شو عبارة عن شو تمارين دائرية سيركو تريني سيركو تريني حلفة إيه عبارة عن شو تمرين أبر بردي بكرة ريون إن شاء الله بكرة ريون أنا خبت علي ثلاث أيام يومين في ذمتك كابتن اليوم شو رأيك في التمرين؟ والله اليوم 100 أرى أبو محمد عرقان كله ماي الحين هاي أول مرة تمرن فيه أيوه ليش لأن كابتن من هالمحل من هالعادة كل دقيقة ها شو رأيك في الشيء الفلاني؟ يعني الشيء الفلاني صار فينا شيء هي. كلمهم خبرهم انت اليوم الله فكنا منه ايوه احنا منك اخويا منك اي والله تاكيد منك بكره ان شاء الله ريون ان شاء الله باذن الله الساعه 11 اليوم محمد 100 كنت برافو اليوم شو كان لعبنا؟ اليوم لعبنا كتف وصدر وظهر وبكره بكره عندنا ريون ان شاء الله شامل ريون كله شامل ان شاء الله تحياتي تصبحون على خير بكره ان شاء الله هذا طلعت عماركم بيت محمد بن عثمان بن مبارك بن علي الزعابي هذا أولي وهذاك آخره وهاي البيوت كلها هالنمونة كلها بيوت شعب بيوت الشعب العاديين ناس عشيرية ما بينهم شيخ شوف البيوت ما شاء الله شوف البيوت تبارك الرحمن هذه بيوت الشعب هذه منازل عطوهم أراضي عطوهم غروض وبنوا وعدلوا تاحوا اللي تاحوا عنه وأدوا اللي أدوا عنه وحد أدى الثلثين وطاح الثلث وحد أدى الثلاث أرباع وطاح هذا واللي استوى واللي صار عن الدنيا عقوا عنه دينه وطاح عنه مال بنيان الورثة ما عليهم شيء شو بقولكم الحمد لله كلها بوي هذه بيوت الشعب طلعت علي غنية حياد جابر جاسم يقول زارني بعد العصر عندي حضر بس ما طول قعد له ساعتين يوم سلمت شمسنا عني ظهر قلت وين تبغى تمهل يا ضنين قال لي خايف من أقوال البشر خايف العدوان تفرقنا سنين قلت له يا سيدي لك الأمر خلني أوصلك بس قل لي وين قال لي ساكن أنا جنب القصر في بيوت الشعب وباني طابقين شفتوا
في بيوت الشعب وباني طابقين. الحين يا ابوك منو باني طابقين؟ ها كلها قصور، كلها قصور تبارك الرحمن. اي والله عن طير انت. لا فوق لا تحت ديلك. عارف يدينك رجلك يدينك زازم. دكتورنا تعمل دكتورنا. عبد دخن دكتور. ايه. من شيل وقف لا. ها. يلا. ها. يا سلام شوف كيف المواطنين تسلم يا ابو عثمان اقول اقول شيء ولا فيما تسلم يا ابو عثمان تسلم يا امير تروح حبيبي اليوم البيت يومين محمد محمد كم سنه تعرف الزول سنين والله كم سنه اي وصلنا هات طرش مالك هات طرش مالك بعد ها ما طرش شو يسمونها اسمها العلمه العلمه ما تخطب انت هل تسمى العمامة؟ العمامة إيه؟ يا خطة ضيوفنا أسحب مدوة الأستاذ هنا خليهم يا ضيوفنا الليلة ليلة إيه؟ مدوة عليهم؟ لا ما ضيف هذا راع البيت راع البيت هي لسعادة يا دكتور هي لسبارك الله فيك راع البيت إيه استريح يا دكتور يا مرحبا وسهلا ما تعرف محمد عثمان؟ حبيبي أبو عثمان حبيبي أبو عثمان الله عليك ها بارك الله فيك محمد يلي سعادة يا هلا يا هلا وسهلا ها شو اخبارك حبيبنا ابو عثمان هذا ابو عثمان احنا في منزله العامر يعني. بارك الله فيك وفي يا دكتور ما اخو صديق عزيز علينا ديك العافيه ضيف وايد يا حبيبي وايد ضعيفوني كلك تعبان احسن لا لو انت من اسباب نعمل رياضه قلنا قبل كذا جري ولا ماشي في الرياضات كنت العب كره القدم بسبح بجري جري نعم وبعد دكتور اوكي ده الحاجه ده بنعملها اساسيه بعد ذاك جمباز جمباز ده كان زمان لما كنا سو يانج ما انت بس كل يانج ما شاء الله لا تسلم من عليك بس عاد بني نحط الاكل خيرك والله ما ليش لا ما ابغى اسوي كرش شوف انت تقول كرش اقول كرش انت سادنها اي انا كل يوم ارضى ها ايوه اقول له من عرفته ما شاء الله عليه ما يوخذ حبتين من ادول حبه يقول ما شاء الله كله ولد ما شاء الله قلت ما شاء الله يا ابو عثمان مالك علي الليل هذا حازم لا 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 الحمد لله الحمد لله مفتك من الحلاقه مفتك من الدنيا لا يحلق في الشهر مره كيف نحلق كيف والله الشهر مره الشهر مره انت وين ابو عثمان ابو عثمان كان ابوك منو
خلاص حين الحين ابو محمد ما انت من زمان شيء بالصادقي طول هي الله كم كم سنه من كم سنه وانا ميال ميال بين ايوه حبك انا مشغول البال زين والبامبو السوداني البامبو داخل دي الحاجات الجميل بامبو السوداني بامبو بامبو السوداني بامبو بامبو كويس يا خبر عثمان هي عرفت حافظ الثقافه السودانيه انا في كل شيء على اي موجه يا سلام عليك بس في قنيه تغنيها هيك اللي البنت وانت حافظنها قنيه هاي تغنيها شنو قنيه مدني تقول لي عشان نسيت عاد انا شو الاغنيه الاغاني كثير كان قبل نعسى قبل يومين ما كان ابو علي قبل دائما يسمعها دائما عندك انت الذي كان بيسمعها في الهناء شو عادي جماعة اقول لك نسينا هذا خلطت انت بكلامك دكتور ما يبى ما يبى ما يبى دكتور دكتور ترى ما بزين لا والله ما بزي ما ما شبر بوس لا ابو عثمان لا 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 ما شبر بوس حاجاته كلها عاليه والله نزعت بيك يا سيدي تفضل انت يا استاذ انا ما اريد يا راجل والله اقول لك نعم هذا اللي يعطونا منه ومنه ما يبقي اعطاني اياه انا طلع الحقيقه طلعت الحقيقه اذا بعد ايلس عاده تيلس الحين ايلس دكتور هي اللي لازم نتكلم ابو علي بيجي سار يا رفز التليفون زين ابو محمد يا مرحبا يا محمد رجل الكريم يتكلم عنه قال رجل كريم وعصيب يا مرحبا يزيد ان شاء الله انا اسمك الدكتور ما اعرفه محمد عبد الرحمن عبد الله لا الكامل محمد عبد الرحمن عبد الله جاويش الكامل ده الكامل من اوله محمد الرحمن عبد الله جاويش بس أربعة؟ أربعة، ده لحد نحن عارفينه والباجين؟ باجين ما عارفينه شوف محمد عثمان شو اسمك أنت الكامل؟ محمد عثمان مبارك علي الزعابي ها خمسة ليش أنت أربعة؟ أنا أربعة لا لازم خمسة واحد نقص منها لازم خمسة إيه يلا عدها ذكر اي ما يعني اللي بعرفه محمد جل جلال الله الله اكبري ما في جمال الخلق شر واصف جل جلال الله الله اكبري ما في جمال الخلق شر واكم يا علي يا الله يا الله يا الله شيء جميل نعم والله من جميل الا انت لا والله يعني بدنا نبرح الاغنيه هاي اللي قلت عنها ما لا هو قال هو اللي ذكر الاسم الاربعة خمسة حفظنا الاسم يغنون دكتور؟ نعم انت دكتور طبيب بيطري طبيب بيطري نعم وابوك؟ ابوي رجل بوليس زين ويدك؟ جدي كان عمده منطقه اللي هو زي الشيخ الحله هي نعم. وابو يدك؟ ابو جدي ده ما بعرف والله حقيقة انا لا بعرف لحد جدي بعدك ما بعرفه جدي لانه أنا إحنا لما نودونه هم ماجدين كانوا ما شفتهم توفوا نعم الحمد لله الحمد لله إيه نعم كان هو شو منو هو يدك يديك قلت لك كان عمدة بمنطقة شو اسمها المنطقة إحنا أصلا موجودين في منطقة في شمال السودان اسمها كريمة دي من المناطق الشمالية مشهورة بإنتاج التمر رطب التمر الرطب والقمح والقمح عندها قمح شو غير التمر عندكم في بلادكم هنا عندنا التمر عندنا القمح عندنا اللي احنا عندنا اكبر مستودع بتاع بترول موجود في المنطقه اللي هي وسط افريقيا ما شاء الله وعندنا مناجم بتاع الذهب برضو شوف انت اغلبها وعندنا نيكل برضو ودي كلها نحن عندنا يعني امكانيات مهوله كدوله نعم لكن لم تستثمر حتى الان يعني الله ان شاء الله كريم ان شاء الله ان شاء الله سوف تستثمر ان شاء الله القريب العاجل ايوه ان شاء الله دي يعني ابو علي ها من ورا مسال محمد عثمان اوكي دكتور سرت انت المسال انا ما سيت لكن انا قريت عنها انا اشتغلت في جنوب السودان اللي هي ما بعيد عنها لكن نحن بحكم علاقتنا بالثروه الحيوانيه هي فدرسنا كثير يشربون الدم وبعدين الابقار بتاعتهم ذاتها
لو لاحظتها ضعيفه حجمها ضعيف يعني تمشي مسافات طويله وهذه المسافات الطويله بتستهلك جزء كبير من المواد الغذائيه فبتقوم سليم تبقى ضعيفه يعني. سبحان الله هذه واحده من الحاجات. سمعتها اغنيه فاصل جاي من اسطنبول على بكره هلاليه؟ لا دي اول مره اسمع كده. قول لي يا اخي قول لي اسمع. فاصل جاي من اسطنبول على بكره هلاليه. حلو 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 حلو. هاي مغني التحيين. لا حلو. وعلى النقاب زراحيله على النقاب زراحيله على النقاب زراحيله. شو اسمك انت؟ اسم محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن هاي بخيله على النقاب. حلو حلو. ها؟ لا لكن والله فعلا انا يعني وعلى النقاب زرع شكر على النقاب زرع شكر. شو اسمك قلت لي؟ محمد عبد الرحمن. وعم محمد عثمان جايب عسكره. محمد عثمان بعرف اسمك. محمد عثمان. محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن زغت حريت شرعت اسمك يا قناه تشرف بيس دكتور يوديك المساء بوديك بوديك المساء والله المساء المساء لكن لازم تسوي شراتك. اسمع منطقه من اجمل البلاد لكن لازم تسوي شراتك. عارف تعرف تعرف شراتك بطوله. ايه نفس طولك انت ما شاء الله عليك ضعيف ترد على محمد عثمان. ما قدرت انا لريول حقي ساعات ما راك اخسر بظلم من ايدي. يلا تعال والله تحريت بيت قالوا بيت تسلوني. انا تركب هاك الساعة اول كرسي صعب عليك وتميت مسلم ربع احنا نقز محمد عثمان ينقز وهم يسكون شبك السبب. لكن اقول لك حاجة دكتور دكتور طيب ما اقدر. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. اقول لك اكل مكبوس على هامور وبابا مش فايق اليوم مكبوس هامور اكلنا الليله على اليوم اليوم حاجه مسوي ايش ايش بقلب دا اكل عشان عشان قلنا انك تصاحبنا فيه يعني. ها كنا يعني نتمنى انك تكون معنا يعني وين ما تشترك معنا في هذا العشاء الضيف الذي بالليل احتفى بينا بين ابو عثمان. نعم صحتين صحتين على قلبك. ايه لقضاء متعود من نادي المغرب خلاص ما اكل شيء خلاص روب عشان كذا كم حبه مع لا حتى ودرت حتى هذاك محمد كسرات بس روب روبا كويس والله اخوك انا انسى. نعم الحين اليوم اليوم هي من عشاء سويت لولدي ولدي ابراهيم وين ابويته في البيت؟ ايه بني بعشاء قلت له طال عمرك كان عندي جماعه متعشى وياها زين قبل شوي سويت له خالد ايه جاي من دبي جاي ها وينت في البيت؟ خير ان شاء الله بني بعشاء قلت له لا اله الا الله. ها دكتور شو اخبارك؟ قلت لك المنطقه ذات المصايب من اكبر المناطق السياحيه في بيجوا خواجات من مناطق ألمانيا. هذا دي جزء من كم عمرك يوم عرست دكتور؟ ها كم عمرك انت تديني كم يوم عرست يوم تزوج؟ لا ها الحين تزوج؟ لا لا الحين كم عمرك؟ 32. تسلم تسلم ولا 33 لا 36. قلت في خاطري زين يوم عرست كم عمرك دكتور؟ لا بس 15 سنه. ها 15 22 سنه 22. كم عندك بالعيال؟ عندي ولدين وبنت. إيه الحمد لله يبارك لك. شو اسم الولد كبير؟ شو اسم الولد؟ لا لا خليها 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 سر لا 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 والله اقول لك اسم ناظم. طيب الله ناظم ناظم ياك علمون عاد يقول ناظم الغزالي. لا ناظم حكمت. ناظم حكمت تعرفه؟ لا ناظم حكمت من اكبر الشعراء اتراك. شوفي الراجل العظيم ناظم حكمة. ناظم حكمة شو من القصائد؟ عطني لو بيتين من القصيدة ناظم حكمة. ناظم ما هو غير انه يعني انا يعني يمكن ما متذكر منه لكن ناظم حكمة ده من الاشخاص
استستبيهم جدا انا من ضمن الثقافه اللي تحصلت لها تركيا. الجانب الاخر في ناظم الغزالي نعم المغني العراقي الجميل. شو الاغنيه؟ اياتي بالشوك. حب الشوك بالشيب. ها عيرتني عيرتي عيرتني بالشيبي وهو غار. بالشوك ولا بالشيب؟ بالشيبي. بالشيبي وهو غار. يا ليتها عيرتني بما هو عيب. الله شوف جمال هذا البيت. نعم سبحان الله. عيرتني عيرتني بالشيبي وهو وغار. نعم ليتها يا ليتها يا ليتها ولا ليتها يا ليتها للمحبوبة. يا ليتها عيرتني بما هو عيب. عيب ما بعاره يعني. اي شوف انت وانا بقول يا ريتني بالشوق. بالشوق بس حتى بس بلحن. لا البيت جميل. لا هات انا باها بلحن. ما ابو عثمان هو اللي بيعرف. لا لا انت اللي تعرف. الله اكبر. والله ما بقول. لا لا ناظم الغزالي. لا والله يا اخي. لا 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 زين تعرفها هاي دكتور؟ دكتور 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 والله ما بعرف الحل. لا تعرفها ما لا والله لانه ما بعرف اللحن ما بذكر لكن انا حافظها. زين تعرفها هاي قومي يا خميسه طبخي الدنقه وعلى وكوكو. هذه هاتها كمان وين خميسه لا لا ما تعرف خميسه؟ لا 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 قومي يا خميسه طبخي الدنقه وعلى وكوكو. اول مره اسمع بعد مره بغني ناظم الغزالي. ناظم الغزالي ناظم الغزالي. لا 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 وخلى ابويا. لا لا وخلى ابويا. لا لا نزام الغزالي. نعم شو غنى كيف غنى؟ قومي يا خميس طبخي الدنقه لا 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 يستحيل وخلى ابويا يا زلمه. لا لا اول حاجه لازم الغزالي سيلكتيف في اختيارات الشعر اللي بيغنيه. راجل من اعظم المغنيين العرب اللي مروا على هذه الفيضه يعني. نعم وزول يعني غني غير عن التعريف يعني. نعم فتأثرنا به كثير والله بعدين. نعم. انا لانه عاصرت بعض الاخوه العراقيين في اثناء تحضير الماجستير في ريدينغ فيعني ناس جميلين جميلين. وين اخذت الماجستير؟ في جامعه ريدينغ في انجلترا. ما شاء الله عليك. كان اخذت الانجليزيه مره واحده عمرتي. الله يا ريت يا ريت لا عاد الحين كلمة يا ريت ما شي فايدة. يا ليت الزمان يعود الحين تو الناس دكتور. الله ما شاء الله بعك فنان. لكن بقول لك يعني فكان في الوقت ده كان الزول لأنه كان الشكل الحياة مختلف هسه ما دخلنا في يعني كوميتمنت أولاد تفاصيل كثيرة يعني. لا ما عليه دكتور بعك فيك الحق. فيك الحق ولا ما فيك؟ لا لا الحمد لله. بس خلاص بني ابوسك. نحمد الله. الحمد لله. نحمد. بوديك بني ابوسك وحدة ايطالية. اوه. انا من جد ايطالية. ايطالية شو رايك؟ ولا فرنسية تبع؟ لا انا ايطالية حاجة. حلو. ايطالية روعة. هي بني ابوسك وحدة ايطالية. شقرا. شقرا. طول الايطاليين يمتازوا بالطول يا ابو حميد. طول زرافة. بالضبط. طول الرمح من طوله. إيه بعدين يوم بلاد جميلة تخيل تمشي جنوة. دي جنوة دي مينا طبعا. جنوة جنوة أيوة جنوة جنوة في إيطاليا. أيوة كيف أحد المواني جنوة 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 في تركيا. لا 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 جنوة ولا يلوة جنوة جيم نون واو ألف الجلوية الجلوية في الدمام. جنوة 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 في إيطاليا. أيوة شوف أنت في أسامي هناك. إيه أقولك أسامي كثير. أسامي كثير. لا بقصد لك لأنه هي دي منطقة مينا وعلى البحر الأبيض المتوسط بالمناسبة. نعم نعم بالصيد الثاني طبعا من الصيد. نعم فبلد جميلة جميلة وبعدين بيجوها سياح من بقاع العالم ده كله بشكل أو آخر يعني. نعم من البلاد الرائعة والمدهشة حقيقة يعني مدهشة تماما يعني. ما شاء الله عليك يا دكتور. لا ما شاء الله دكتورنا فاهم ومتعلم ودارس. تسلم تسلم يا ابو عثمان. تسلم حبيب الشعب. تشوفها دكتور تسلم حبيبنا. إيه كل حد يقول تخدوم وايد نفعت ناس وايد. لا لا والله لا نحن ابو عثمان دي نحن بالنسبه لنا بيقى زي يعني هذه صوره مع المسايا. مسايا ايه زي والثاني هاي في السياره سياره وهاي بعدها هاي الوحيد القرن. هذا اللي حرس الوحيد غالي. ايه هو هذا. ايه ليش ما اغطي ديك انت؟ اسوي شيء اسويها شو يعني؟ سلام. وهذا الله الله الله. إيه. يا ابو محمد اي بس ساكنين في المكان هاي هوتيل اي نيروبي. نيروبي اي نيروبي نو فن. لا خل شغله. الله يا هذه يا هاي لا اصعب الفنون تعتمد على حنجره قويه على نفس
شيء في الرسمة محمد يوم يهتمون شو واقفين؟ لا شيء موجود بعد لكن مثال راوي فن الله جميل ليه تتم اهتمام فيه من يدي ويدي وايد جميل هالفن يكاد أن يندثر يؤدى فقط ثم القيوين وفي رأس الخيمة جميل من أجمل الفنون قرب الله تلي صور عطنا المقفة هي حين عدل جميل الفن الغالي سامحني حبيبي كيف بسير؟ نعم يا بسير يا ريا بعد بس علي وين يتعشر ونص اي والله عمرك بس محمد ترى يا ضيف عندي اليوم يا ضيف انا ابو ضيف اي والله انا ما بضيف محمد لا ضيف اللي ما يتعشر وياك وبغى ياكل شيء ضيف حتى انصفقت يا محمد ماشي تسوي مره مولين من هالمره ثلاث اربع ايام اي والله مشك مش 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 حتى بطنك لصق ماشي ويت حد لوني اي والله وين كلش لوني يا محمد هاك المتشابس لوني طب طب حتى مصوي يبين يبين اي والله بطنك لاصق حتى بطن المخدة بعدها على المخدة سوي لي شويه يلا شوف ماشي اللي المخدة ها شوف يا ربي يا ربي